مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى النشره الرئيسيه التي نقدمها استثناء في هذا التوقيت نظرا للنقل المباشر لمباراه اسود الاطلس ضد منتخب ليسوتو. وفي العناوين: ذكرى عيد الاستقلال المجيد محطة تاريخية خالدة في الذاكرة الوطنية مفعمة بمعاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح للذودة عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته وإرساء أسس مغرب مستقل وموحد. بفوز عريض وبسبعية نظيفة في شباك منتخب ليسوتو، أسود الأطلس تزأر بقوة وتحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية برسم آخر جولات إقصائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. وضمن النشرة: قراءة تكتيكية في أداء الأسود خلال الإقصائيات. القطب المالي للدار البيضاء الرائد قاريا والمحفز للمال والأعمال بالمغرب وإفريقيا يواصل ريادته وديناميته بتحديث مستمر للبنيات التحتية والعمرانية والتكنولوجية. كاميرا الأولى تقربنا من الحلة الجديدة للقطب المالي في قلب العاصمة الاقتصادية. بمدينة المضيق يسدل الستار عن فعاليات الدورة 34 لكأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية والجامعة الملكية المغربية للشراع، تتوج الفائزين في مختلف الأصناف بعد يومين من التباري والمنافسة على الساحل المتوسطي. أهلا بكم من جديد. يخلد الشعب المغربي بمشاعر من الفخر والاعتزاز الذكرى 69 عيد الاستقلال المجيد، ذكرى خالدة تجسد تلاحم العرش والشعب وتضحياتهما في سبيل الوطن ومقدساته. مناسبة لاستحضار المحطات التاريخية البارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية. تقرير عبد الملوكي وجهاد لبري. 30 مارس 1912 فرضت فرنسا معاهدة الحماية على المغرب. شملت بنود الحماية مختلف الميادين السياسية الدبلوماسية الاقتصادية والعسكرية، لكن سرعان ما اتضحت المطامع الاستغلالية للوجود الاستعماري. انفجرت عقبها انتفاضات شعبية بكافة ربوع المملكة من مدن قرى ومداشر في مواجهة مستميتة للوجود الأجنبي. ومع مطلع الثلاثينيات ظهرت الحركة الوطنية التي انتقلت إلى النضال السياسي، ركزت فيه بالأساس على نشر الوعي الوطني وشحذ الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع. كان للحركة الوطنية أن أعلنت على أول وقفة من أجل المطالبة بالاستقلال، وكان ذلك بإصدارها للوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 بتوافق وتشاور وتناغم مع جلالة المغفور له محمد الخامس. كما من أبرز المحطات التي ميزت مسار الكفاح الوطني الزيارة التاريخية التي قام بها أبو الوطنية وبطل التحرير إلى طنجة في 9 من أبريل 1947. واللي منها أعلن جهارا على مطالبة المغرب بالاستقلال، واختار يديرها من طنجة لأنها كانت تحت الحكم الدولي، كانت هي المنبر الدولي اللي غادي منه يجهر بالمطالبة بالاستقلال، وغادي كذلك يكرس بهذا الاختيار الوحدة ديال المغرب. وقاد وقوف سلطان البلاد إلى جانب المقاومة وانخراطه فيها إلى نفيه وأسرته الملكية الشريفة إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر. فكان رد المغاربة قويا وسريعا بإشعالهم لفتيل ثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953، التي عجلت بعودة الكفاح المسلح وظهور العمل الفدائي وتأسيس جيش التحرير. وفي ظل اشتداد حرارة الكفاح الوطني وفشل السلطات الفرنسية في كسر شوكة المقاومة والتحرير، انتصرت الإرادة القوية للأمة بتناغم مع العرش. عد يا حي إمامي،
وفور عودة جلالة المغفور له محمد الخامس رفقة أسرته الشريفة من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن جلالة المغفور له انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فرج الحرية والاستقلال والانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر من أجل بناء المغرب الجديد. وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969، كما تحقق استرجاع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي انطلقت يوم 6 نوفمبر 1975. وفضلا عن ذلك، حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة وإرساء نظام سياسي وديمقراطي يحتذى به. ويتواصل اليوم في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورش تحديث المغرب، وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتحقيق تنمية مستدامة تضمن لكل مواطن العيش الكريم وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية. واحتفالا بالذكرى 69 لعهد الاستقلال، نظمت بالرباط المندوبية الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير مهرجانا خطبيا وندوه علميه بحضور العديد من الشخصيات الوطنيه التي استعرضت محطات هامه من تاريخ المملكه في سبيل الاستقلال، مشيده بمسيره البناء والنماء التي شهدتها المملكه في ظل القياده الرشيده جلاله الملك محمد السادس نصره الله. حسناء بن جابي ومحمد تونينا. في 18 نوفمبر من كل عام يحتفل الشعب المغربي بذكرى استقلاله، مناسبة وطنية تحمل في طياتها معاني الصمود والحرية والوحدة الوطنية. يأتي الاحتفال هذا العام ليخلد الذكرى 69 للاستقلال، مناسبة تعيد إلى الأذهان فصولا مشرقة من تاريخ المملكة وتسلط الضوء على مسيرة من التضحيات والكفاح التي قادها الشعب المغربي لنيل حريته واستعادة سيادته. هذا الفضاء الوطني الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير وبسائر الفضاءات اللي موجودة عبر التراب الوطني وللعدد ديالها 104، كنبغيو باش نبلغوا ونوصلوا للأجيال الجديدة والمتعاقبة، أجيال اليوم والغد، ما تحمله هذه الذكرى من دروس وعبار وعظات ودلالات، وما تختزنه أيضا من قيم اللي هي قيم دينية روحية وطنية أخلاقية كونية وإنسانية. هذه المنظومة ديال القيم اللي نبغيو باش الأجيال ديال اليوم وديال الغد تبقى متشبعة بها. وبهذه المناسبة قام وفد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث تليت الفاتحة ترحما على روحي جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. وفي أعقاب ذلك تم التوقيع في الدفتر الذهبي للضريح. ونصل بكم اللحظة مشاهدين إلى الفقرة الرياضية، يقدمها هذا المساء الزميل خالد أزدون برفقة ضيفه محلل القناة الأولى زيد مهدي كسوة. أهلا بكم. أهلا بك نبيلة، أهلا بمشاهدينا الأوفياء. أسود الأطلس في مواجهة لسوتو استأصدوا بصباعية نظيفة. فعلا نبيلة، هل من إضافة؟ هذا ما سنتابع قراءته التكتيكية وتحليل الأداء معك ومع ضيفك. فعلا نبيلة، المنتخب الوطني أمطر اليوم شباك لصوته مع هذه الأمطار التي تشاهدها مختلف ربوع أمطار الخير أكيد بأن ورقم 7 رقم فأل. إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يبقى المؤدى العام للمنتخب الوطني وهو في تصاعد كما تمنيناه مسبقا. المنتخب الوطني كما قلت أنهى مشوار المسابقات أو مشوار الإقصائيات
بالعلامة الكاملة. إذن المنتخب الوطني اليوم صار تصفية كأس أمم إفريقيا بالعلامة الكاملة، وسود الأطلس تصدر المجموعة الثانية برصد 18 نقطة وبرصيد أهداف هو الأعلى في مسار إقصائيات 12 مجموعة. فوز كبير أمام ليسوتو أنهى مسار الإقصائيات على وقع التميز. ابتسام إدريس. بعد أن ضمن مسبقاً التأهل إلى كان المغرب 2025 باعتباره ممثل البلد المضيف، المغرب في مواجهة ليسوتو مواجهة تحصيل حاصل أوفت بوعودها بتعبئة جماهيرية كبيرة كانت في مستوى الحدث وبحضور الفرجة والأهداف. تشكيلة أسود الأطلس لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة واحتفظت بالأسماء التي لعبت لقاء الجابون باستثناء عودة المهاجم سفيان رحيمي بعد الإيقاف واللعب مكان أيوب الكعبي، إلى جانب إقحام الجناح الأيسر الشاب آدم أزنو لاعب بايرن ميونخ الألماني والذي يطمح إلى الرسمية رفقة الفريق البافاري، مع الإبقاء على نجم الوداد البيضاوي المدافع جمال حركيس بهدف منحهما الثقة للانسجام أكثر مع أسود الأطلس. دقائق على البداية مهاجم ريال مدريد إبراهيم دياز وفي أول لمسة له سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني ليعزز رصيده من الأهداف رفقة الأسود وفي جعبته 8 مباريات بالقميص الوطني. المهاجم عبد الصمد الزلزولي كان نشطا في الجهة اليسرى وقدم كرات جميلة منحت الهدف الثاني بعد تحضير جيد للكرة في اتجاه إبراهيم دياز الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء. وتواصل مسلسل الأهداف من ضربة ركنية نفذها المهاجم إلياس بن صغيرة وبرأسية لا ترحم من سفيان رحيمي سجل الهدف الثالث. هي ليلة الأهداف لإبراهيم دياز الذي عاد وسجل الهاتريك والهدف الرابع للعناصر الوطنية. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سفيان رحيمي اقتنص ضربة جزاء وسجل الهدف الخامس والهدف الشخصي الثاني له ونهاية الجولة الأولى بخمسة أهداف نظيفة. دخول المهاجم يوسف أنصيري عزز خط الهجوم بتسجيله سريعا للهدف السادس برأسية لا تصد من صاحب التخصص، انسلال جيد للمهاجم إسماعيل السباري من الجهة اليمنى أنهى احتفالية أهداف أسود الأطلس في مواجهة قياسية وبسبعة أهداف نظيفة. الرؤية اتضحت إذن أمام الإطار الوطني وليد الرقراقي مدرب لا يؤمن بكثرة التغييرات وهي نقطة قد تبدو إيجابية بهدف خلق الانسجام، والركائز الأساسية التي ستدخل اختبار كان 2025 طفت ملامحها فوق السطح لتقول كلمة الحسم هنا على أرض المملكة. وكما سبق الذكر معنا محلل القناة الأولى مهدي كسوة. مهدي مساء الخير. بعد تحليل أطوار المباراة خلال استوديو التحليل نواصل تحليل بعض النقاط. في البداية ما هي العناوين الكبرى لهذه المباراة؟ ما هي الخلاصات الكبرى لهذه المباراة؟ ماذا عدا النتيجة التي قالت نبيل بأنها كبيرة جدا، ما هي النقاط الإيجابية المسجلة خلال هذه المباراة أداء وأيضا حتى على مستوى التكتيكي؟ لا يا أكيد خالد، مقابلة مثالية اللي كتلخص لنا مدى التطور والجاهزية والجودة ديال الأفراد والجودة الجماعية. المنتخب نقدر نقول على أنه قدم مقابلة مثالية، مقابلة اللي كيمحي بها الأخطاء، كيمحي بها المشاكل، كيمحي بها كذلك دوك الهفوات اللي كانت عندنا تقريبا في المقابلات اللي كانت سابقة. مقابلة اللي لخصنا فيها واحد الأسلوب هجومي كتبين لك على أنه كاين واحد التحسن مستمر، وهذا التحسن المستمر من ناحية الجماعية ومن ناحية الاستغلال ديال الفرص. فأكيد لأنه وقفنا على جميع المشاكل اللي كانت عندنا، وقفنا كذلك على جميع الهفوات اللي كانت عندنا خصوصا مع تقارب الخطوط، خصوصا مع تنشيط هجومي اللي اكثر من جميل، استعمال الاسلحه الهجوميه ومراحل التطوير اللي كانت ربما باكثر ايجابي. لهذا اعتبر على انه نجاحنا اليوم من الناحيه الجماعيه خلانا على اننا نسجل. اعتذر لك مهدي، سوف نعود اكيد ان انت اصبحت فاهم. سوف نتوجه مباشره الان الى مدينه وجده ومعنا هناك الزميل عبد الحق شراط الذي حضر المباراه. عبد الحق مساء الخير. اكيد بان النتيجه لا تحتاج الى تعليق كبير، لكن المؤدى العام أيضا لا على مستوى التكتيكي لوليد الرقراقي ولا على مستوى المؤدى الفردي للاعبين كان أكثر من رائع. ما هي الآراء وكيف كانت التعليقات حول هذه المباراة عبد الحق؟
أهلا بك زميلي خالد وبضيفك الكريم ميديك سوا وبزميلتي نبيلة أزرقان. بطبيعة الحال أجواء يمكن نقول هستيريا على مستوى الفرح الجماهير الوجية والمغربية التي أتت فضاءات الملعب الشرفي المركب الشرفي بمدينة وجدة خرجت منتشية مزهوة بهذه النتيجة العريضة 7-0 والعرض القوي على اعتبار فريق وطن أصبح ينوع الأداء والأسلوب ويوصل بالطريقة التي يريد لمرمى الخصوم بكرة ثابتة باختراقات بتسديدات. اليوم عريس الأمسية هو نجم فريق ريال مدريد برام دياز الذي على ما يبدو انصار كليا داخل أجواء الأسود ولقي ترحابا كبيرا كما لقاه باقي اللاعبين هنا من طرف الجماهير المغربية. برام دياز أصبح الورقة الرابحة على مستوى الخط الأمامي، لاعب يروض الخصوم ويروض الكرة بالطريقة التي تحلو له حتى أنه يمتع متعة كبيرة تتابع هذا اللاعب الفرد الذي سيعطي إضافة قوية للفريق الوطني. اليوم سجل ثلاثية تاريخية وغادر الملعب تحت عاصفة من التصفيقات، 3 أهداف لدياز، 2 لرحيمي والسادس لنصيري والسابع لصيباري نجم فريق ايندوفن. 7 أهداف كم إن كانت تكون 10 ربما تكون 12. النتيجة كانت منتظرة نسبيا ولكن العرض كان قويا للفريق الوطني. الكثيرون قد يتوهم أن منتخب لوسوتو كان دون المتوسط أو ضعيفا ولكن الفريق الوطني الذي كان قويا في رقعة الملعب في هذه المقابلة. نعم شكرا لك زميلي عبد الحق شرط، كنت معنا من الملعب الشرفي بوجدة. أعود إليك مهدي كسوة، أكيد بأن عبد الحق شرط ركز على نقطة مهمة هي انصهار اللاعب إبراهيم دياز مع المجموعة، وهذا لاحظنا حتى من خلال الاستوديو التحليلي ذلك التآخي وأيضا العلاقة القوية والروابط القوية بين عناصر المنتخب تؤكد على أن هناك شيء ما جيد داخل جو المنتخب بشكل عام. لا هو أمر مهم، من كنتكلموا على الانصهار أو انخراط ديال لاعب إبراهيم دياز فهذا راجع بالأساس أنه نقطة مهمة. اليوم لقى روح العائلة اللي كنا كنتكلموا عليها، اليوم لقى واحد توظيف جيد من طرف المدرب والد الركراكي. إلا كنتكلموا على النجاح ديالو فكنتكلموا كذلك على الطلب ديال الكرات ديالو اللي دائما كيكون في واحد المساحات اللي كتكون مهمة. هاد المساحات هي اللي كتساعدنا على أننا كنطوروا اللاعب ديالنا، هاد المساحات هي اللي كتساعدنا على أننا كنكسروا الخطوط ديال المنتخبات، هاد المساحات هي اللي كتخلينا على أننا نلقاو دوك الهفوات أو المساحات اللي كتكون على مستوى العمق ديال الملعب. وإلا كان النجاح ديالنا مبني على تسجيل الأهداف فنقدر نقول لك على أنه النجاح الأول فكان مبني على مرحلة ديال البناء ومرحلة ديال التدرج. المرحلة ديال البناء اللي كانوا فيها لاعبين ديال الدفاع كيقوموا بهذه العملية بواحد الشكل اللي هو إيجابي، المرحلة ديال التدرج لأنه اللاعبين ديال وسط الميدان كانوا كيقوموا بطلب الكرات في مساحات اللي كتكون مهمة، وهنا كنتكلموا على ذكاء وتواصل بصري اللي كان أكثر من إيجابي من طرف اللاعبين، وكنتكلموا على المرحلة الأخيرة المرحلة ديال البناء المرحلة ديال الإنهاء، لأنه في العالم ديال كرة القدم 3 ديال الأمور خاصة تحترم بواحد الشكل اللي هو تسلسلي. المرحلة ديال الإنهاء كانوا كيقوموا بها لاعبين اللي عندهم حس تهديفي اللي ربما كبير، لاعبين اللي كيقوموا بلاعب تموضعي لانه كيدير واحد الحركيه واحد الديناميه اللي كتكون مو متوازيه مع تحركات ديال اللاعبين ديال الوسط. وبالتالي فنقدروا نقول على انه 7 ديال الاهداف اعتقد على انه كانت قليله في ظل الاجواء والمستوى والمعطى العام اللي قدموه اللاعبين المغاربه. مهدي اكيد بانك اعددت لنا حالتين تعبرين عن التحول التكتيكي وايضا عن الاجتهاد التكتيكي للمنتخب الوطني في عمل خصوصا في عمليه البناء. نتابع أولى الحالات بالنسبة للمنتخب الوطني، كيف كان يبني هجماته من الخلف في حالة وأيضا من خلال الضغط العالي المتقدم مهدي؟ لا هو صحيح، اليوم أكيد لأنه تكلمنا سابقا النجاح ديالنا فما كانش بني فقط على الجودة الفردية بل على الجودة الجماعية. كيفاش اللاعبين كانوا كيلعبوا بواحد الكومباكت من خلال الانتقال بواحد الشكل هو سريع المراحل المتقدمة. هنا جل اللقطات اللي اختاريناها فكانت بنية على واحد عدد كبير ديال اللاعبين اللي كانوا كيقدروا يديروا واحد الأدوار اللي متوحدة أدوار اللي متجانسة. فعلى سبيل المثال خدينا اللقطات المتواجده فكتبين لك على انه هذيك لا سوبيريوريتي نيميريك او الزياده العدديه اللي كانوا كيقوموا بها اللاعبين المغاربه فكانت كتخلينا على دائما على اننا كنستغلوا بالنسبه للمساحات اللي كيخلقوها المخصوم او اللي كيخلقها المنتخب ديال ليسوتو. لهذا اعتبر لانه دائما في المرحله ديال التطوير كان مهم على اننا نستعنوا باللاعب بن صغير واللاعب ابراهيم دياز لانه لاعبين كيطلبوا الكرات في مساحات كما قلنا ضيقه وكيجيدوا ربما الاختيار او القرارات اللي كتكون عندهم صائبه خصوصا على مستوى البناء
اللي كتكون على مستوى العمق ديال الملعب، وثاني شيء هو انه لاعبين اللي عندهم السرعه في اتخاذ القرارات وعندهم السرعه كذلك في التنفيذ، لانه امر مهم كيكون عندك السرعه ديال التنفيذ لانه كتخليك دائما كتربح الوقت وكتربح كتخليك المساحات. نعم اكيد سوف نتابع اللقطه التي قمنا باختيارها من خلال وضع تحليل لهذه الحالات. اللقطه امامنا هنا الضغط العالي كما قلت مهدي، يعني الوصول الى باكبر عدد ممكن من اللاعبين على مستوى المنتخب الوطني في منتصف ملعب الخصم. لا وصحيح كيف ما كتبين لنا هذه اللقطه هذه، فكيبان على انه العدد ديال اللاعبين اللي كان كيدير واحد الضغط اللي هو متقدم كيوصل لتسعود ديال اللاعبين، فهنا كيبين لك على انه المدرب وليد الركراكي يمكن تجاوز ذوك الاخطاء اللي كانت عنده سابقه. اولا هو المساحه اللي كانت كتكون كبيره، هذه هي الحاله، المساحه اللي كانت كتكون كبيره بين اللاعبين ديال وسط الميدان واللاعبين ديال الدفاع، فنقدروا نقول انه قلات. اللاعب نايف اكرد واللاعب حركاس فكيفاش كيكونوا باللاعبين ديال وسط الميدان، وبالتالي حتى على مستوى التطوير فنقدر نقول لك لانه المساحه اللي كان كيطلب فيها الكره اللاعب بن صغير واللاعب ابراهيم دياز كانت مساحات جيده. علاش؟ لانه بكل بساطه شوف اللاعبين الاظهره ديالنا كيفاش كانوا كيقدروا يديروا هذيك الزياده العدديه وبالتالي كيفتحوا العرض ديال الملعب. نعم. واثناء الفتح ديال العرض ديال الملعب اش كنلقاو؟ كنلقاو ابراهيم دياز واللاعب بن صغير لاعبين اللي كيكونوا مؤثرين كيطلبوا الكره وراء الخطوط. نعم. وهنا من كيكونوا عندك لاعبين اللي كيطلبوا الكره وراء الخطوط يعني كتكون عندهم هذيك الجوده ديال القراءه وبما يسمى بلوسكان، فاللاعب اللاعب دياز او اللاعب بن صغير كيديروا لوسكان كيقراوا المساحات اللي متواجده كطلبوها في المساحات كيتاخذوا قرارات اللي كتكون سريعه وبالتالي جو الكرات اللي كانت كتكون كتلعب في العمق ديال الملعب، لهذا فخلانا على اننا نربحوا ثواني وهذيك الثواني هي اللي خلاتنا نسجلوا اهداف. حتى الحركيه ديال اللاعب سفيان الرحيمي اللي اكيد انه كان عنده واحد التواصل يمكن بصري اكثر من جيد مع اللاعب لا بن صغير ولا اللاعب دياز خلانا على اننا نسجلوا اهداف ونخلقوا فرص، وهذا ربما راجع بالاساس لانه تكلمنا كانوا مراحل ديال التطور، كان مستوى ولا تحسن اللي هو مستمر. نعم. وبالتالي المنتخب كان مطلوب عليه انه ياخذ عدد ديال الدقائق ديال اللاعب بواحد الشكل اللي هو ربما فيه لحمه كتله وتواجد اللي ربما بعدد كبير من اللاعبين باش. نعم. نوصلوا لهذا المستوى. نمشيو للحاله الثانيه مهدي ان سمحت، شنو هي مختلف الافكار او يعني الافكار التكتيكيه التي اعتمدها المنتخب الوطني وليد الركراكي في الحاله الثانيه؟ اولا هو لابد الاشاره على انه المبادئ ديال البناء فكانت كتختلف عندنا، فعلى سبيل المثال من خلال الضغط اللي هو متقدم شفنا كيفاش العدد الكبير ديال اللاعبين كان كيكون متقدم، شفنا كيفاش على اننا كنمروا كرات اللي كتكون قصيره مبنيه على الكره اللي كتكون ارضيه للاعب بن صغير واللاعب دياز. في الحاله الثانيه فنقدر نقول على انه الاسلوب كان متغير. شوف هنا المرحله ديال البناء اللي كانت كتبدا من عند اللاعبين ديال الدفاع، اللاعبين ديال الاظهره اللي كنتكلموا عليهم دائما كيفاش كيشكلوا دعامه على مستوى وسط الميدان، والمرحله ديال الوسط لا فيها لاعبين مغربيين، فيها اللاعب امرابط وفيها كذلك اللاعب الصباري اللي كانوا كيطلبوا الكره، ولكن اللاعب الخنوس كان هو اللي مسؤول على انه يبني المرحله ديال البناء، ولكن ما بانش لينا انه عندنا زياده عدديه، كان عندنا العدد ديال اللاعبين اللي كيكون قليل فتوجهنا للعمليه ديال اللاعب مباشر. فهنا شوف اللاعبين كيفاش قدرنا على اننا نتجاوزوا ديك المعركه ديال وسط الميدان اللي كانت غتقدر تكون فاشله بالنسبه لنا لانه كان العدد ديال اللاعبين ديالنا قليل. توجهنا اللاعب اللي هو مباشر، وان فوا توجهنا اللاعب اللي مباشر اللاعبين ديال الاظهره قاموا بواحد الزياده عدديه وبالتالي قدرنا نخلقوا اللاعب ايوب الكعبي فرصه ديال واحد ضد واحد، وهنا كتكون ربما تكافؤ على مستوى الاعداد. نعم. فلهذا كنقول لك على انه المغرب طور من المستوى ديالو، طور من الفكر ديالو، ونوع من طريقه اللعب، ونوع من طرق اللعب، وهذا هو اللي على انه يكون تميز. فالتميز ما يمكن لي تجي الا من العقول السريعه ماشي بالكرات اللي ربما كتمرر بالارجل السريعه، لانه كره القدم الحديثه فكتكون بنيه على ربما التفكير اللي كيكون جيد والقراءه اللي كتكون ممكن متينه والتطوير ديالها والتثبيت ديالها من خلال اتخاذ القرارات اللي كتكون مناسبه في التوقيت ديالها اللي كيكون. جميل هذا المصطلح العقول السريعه وليست الاقدام السريعه، لأن هذا هو الفارق اكيد في الان في كره القدم الحديثه. بعد نهايه المباراه اكيد ان الناخب الوطني واللاعبين صرحوا وعبروا عن سعادتهم بهذا الفوز الكبير أمام منتخب ليسوتو وإنهاء مسار الإقصائيات بالتصدر المجموعة الثانية. نتابع. درنا مزيان لجوج مباريات، ماركينا 13 بيوت، مزيان ماشي في بون شومان، خصنا نبقاو نزيدوا بحال هكا ونتحسنوا الحاجات اللي ماشي مزيانين، مي فرحانين بزاف، راه ماركي درنا 18-18 ودينا الريكورد ديال بيت ماركي، دونك فرحانين بزاف. فوالا الحمد لله جبنا 18 بوان، فرحانين ربحنا لي ماتش كاملين، 6 ماتش دي فيكتوار،
وفوالا حنا فرحانين وكنزيدوا بشويه بشويه باش نكونوا واجدين فور لا كوب دافريك 2025. الحمد لله كبرنا في لا كاليفيكاسيون بدينا بشويه بدا الشانجمون مور لا كوب دافريك كان خصنا شويه الوقت بحال اللي كنت قلت لكم ولا رجعتوا في الندوه الصحفيه كنت قلت لكم الماتش ديال موريتانيا ما يمكنش لاعب بحال ابراهيم بحال بن صغير بحال بزاف اللي جاوا من بعد اللي عاوننا مع الطالون ديالهم كان خصهم شويه الوقت الحمد لله صبروا معنا الخدمه مازال كاين ما كنقولش وصلنا بحق اللي مهم وصلنا اللي كنا بغينا ست الماتشات ست الاهداف ست فيكتوار ماركينا يمكن 26 بيوت سي بوزيتيف جو مزيان الفرقه كتعيش كتعطي بون ايماج بالنسبه للبلاد هادشي اللي كنقول لهم اللي كيجيو يهزوا هاد التوني خصهم يعرفوا ملي كاين واحد الجمهور اللي كبير اللي كيستنى منهم ديما اكثر وكيستناو منا اكثر وعندهم الحق يسمحوا لنا على هاد كوب دافريك بحال اللي كنت قلت الحمد لله صبروا مع الدراري عندهم كور اللي كبير بحق مازال خدمه مازال عندنا بزاف الوقت باش خصنا نوصلوا حنا في هاد لا كوب دافريك مهم في مستوى ديالنا حنا الاولين في الجروب ديما كنقولها المغرب خصو ديما يسالي الاول في الجروب اما في كاس العالم اما في كاس افريقيا مازال عندنا التشالنج في كوب دو موند. فعلا المنتخب الوطني سجل رقما كبيرا خلال هذه الاقصائيات خلال المجموعات الاثنى عشر هو 26 هدفا في مجموع المباريات السته. نتعرف على ترتيب المجموعه الثانيه عقب اجراء اخر الجولات جولات اقصائيات كاس امم افريقيا المغرب 2025 المغرب في الصف الاول ب 18 نقطه الجابون في الصف الثاني ب 10 نقاط ليسوتو في الصف الثالث ب 4 نقاط وجمهوريه افريقيا الوسطى اختتمت ترتيب هذه المجموعه بثلاث نقاط. وانهي مع مهدي كسوة اكيد بان الناخب الوطني كان تعبيره واضحا على ان العمل ما زال يعني متواصلا اكيد للوصول الى اللقب لان المبتغى في النهايه هو كاس أمم أفريقيا غالية هنا بالمغرب مهدي. وأكيد كيبقى المبتغى وكيبقى الحلم وكيبقى كذلك الأمال ديال الجماهير المغربية مبنية على الحلم الإفريقي. وباش نكونوا واقعيين دائما المستوى اللي كيكون في القارة الإفريقية كيبقى دائما مختلف على المستويات اللي كتكون ديال المناقشة ديال المقابلات مع منتخبات لعمل عالمية. لأنه على مستوى كرة القدم الإفريقية كيبقاو جزئيات بسيطة أولها العامل البدني ثانيها الاندفاعات البدنية ولكن أمر مهم على أننا كنبحثوا على نقطة ثالثة وهي اللي تقدر تكون يمكن مساعدة اساسيه باش اننا نحققوا النجاح هي السرعه على مستوى اللاعب مي كتكون السرعه او التسريع من ناحيه الايقاع فهنا نقدروا نقولوا على انه كنقدروا نديروا اختلالات على مستوى باقي الفرق. تكلم وليد على نقطه مهمه وانا كنحيي على انا قال تكلم على انه بدينا كنكبروا مع مرور المقابلات لهذا اعتبر على انه النجاح ديال المنتخب في اكبار الشخصيه ديالو مع مرور المقابلات في تحسين المستوى الفردي والجماعي مع مرور المقابلات لهذا اعتبر لانه النجاحات اللي كتكون بنيه في الاقصائيات فكتكون بنيه على مستوى النجاح او التحسن مستمر يعني اليوم نكونوا احسن من الامس وفي الغد نكونوا احسن من اليوم فاكيد لانه اي مرحله ديال التحسن اي مرحله ديال التطور تتطلب الثقه وتتطلب الصبر لانه جوج ديال العوامل اللي كتكون اساسيه وثالثهم هي النتائج فيمكن ما يمكنش لينا يمكن نقزوا هذه المراحل هذا ولا نتجاوزوها دون الاغفال على الثقه والصبر ودون الاغفال على انه مبدا ديال الثقه اللي خاصو ياخذوا اللاعبين تحت اللي يمكن لعبوا تحت الحضور ديال الجماهير المغربيه ومن خلال تطبيق كذلك ديال الافكار ديال المدرب فهادو ربما امور اللي كتجي مع مرور الوقت وبالتالي فنقدروا نقولوا انه المقابلات اللي تقدموا غير في هاد الاخيرتين بالنسبه للمنتخب بينات لنا ولخصات لنا ربما بالمكشوف على انه المنتخب الوطني المستوى ديالو تجاوز تقريبا القاره الافريقيه في المستويات اوباميانغ صرح بها بالامس وهذا معطى اللي مهم لانه اليوم الشخصيه ديال المنتخب تجاوزت ربما اللاعب ديال الانماط في كره القدم الافريقيه نقدروا نقولوا انه منتخب عالمي ونفتخروا بها ولكن دائما كنقولوا على انه هذا ما يكفيش على اننا باش نفوزوا باللقب الافريقي اللقب الافريقي كيتطلب ربما جزئيات وشخصيه مغايره لانه يمكن خص يكون فيها شيء انما من الخبث ديال كره القدم الافريقيه ويتكلم كذلك على مستوى التطور اللي كيجي من مقابله لمقابله وهذه ربما اشياء اللي خصناها وخديناها في هذه المقابلات هذه اللي لعبناها اكيد اننا سوف نمر الان الى السرعه القصوى خصوصا مع مباريات الاعداديه للمنتخب الوطني سوف نلتقي في مارس يعني واحده من المواعيد للاتحاد الدولي لمباريات الوديه لنتعرف على بعض الاوجه الاخرى للمنتخب الوطني مع خصومين اخرين. الى هنا ننهي هذه الفقره من فقرتنا الرياضيه لهذا الاسبوع. اعود اليك نبيله التي تابعت وب يعني
تدقيق كبير واهتمام كبير. كل حالك حال كل المشاهدين والجمهور الذي يتابع هاتريك دياز ثنائية سفيان رحيمي، فخورون وفرحون بأن تمكن الأسود من فك شفرة دفاعات الصلبة للمنتخبات الإفريقية ونتجه نحو الصيغة المطلة أو الفضلة، الفوز بكأس أمم أفريقيا. نعم نبيل، أصبحت الآن محترفة، أصبحت الآن يعني عارفة بمجال كرة القدم. نسعد دوما برفقتك الرياضية خالد أزدون وبضيفنا الكريم مهدي كسوة وبتحليلاته القيمة التي أستمتع بدقتها ورزاحتها. شكرا لكم. نشرتنا متواصلة بشأن الاقتصادي. القطب المالي للدار البيضاء يواصل جلب رؤوس الأموال من مختلف الفاعلين الاقتصاديين عبر العالم، ويشكل أيضا وجها عمرانيا جديدا لاحتوائه على مجموعة من الأبراج الاقتصادية والمالية. مشروع جديد يرى النور خلال السنوات القادمة عبر برج هو الأعلى بهذا القطب المالي. خالد أزنود، محمد العروي ويوسف شركي. استطاع القطب المالي للدار البيضاء في سرعة قياسية أن يتحول لنقطة جذب مالي لكبريات شركات العالم. أصبحت سمعته تلامس عنان السماء بفضل فتح أبواب إفريقيا للاستثمارات القادمة من كل القارات. إلى جانب ذلك، أصبح هذا القطب علامة عمرانية جذابة تضاهي عواصم المال والأعمال. بعد محطة أولى كانت إبرام شراكات مع مراكز مالية كبيرة. محطة أساسية ثانية ميزة تطور هذا القطب هو تطوير بنية تحتية في مستوى عالي، بطبيعة الحال منها هذا البرج الذي نتواجد فيه اليوم، من أجل استيعاب واحتضان شركات متعددة الجنسيات اللي قادمة من مختلف مناطق ومن مختلف أنحاء العالم. أيضا اشتغلت هيئة القطب المالي للدار البيضاء على بناء شراكات مع المراكز المالية العالمية. أصبح هذا القطب ركنا مميزا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بفضل شكله العمراني الحديث. أبراج مالية ومؤسسات تنتمي لمختلف القطاعات الاستثمارية الكبيرة استقرت هنا. وما زال القطب المالي للدار البيضاء نقطة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات. هذا دفع رجال الأعمال للبحث عن موطئ قدم بالقطب. مستثمرون يطمحون للمساهمة في هذا التطور المطرد للقطب المالي. هذا مشروع مكون من مكاتب وكاين واحد السوق الكوميرسيال تحت انسي كو واحد ريستوران اللي غادي يكون في الطبق الأخير. المشروع اللي غادي يكون في ان شاء الله على 31 طبقة واللي غادي تكون الطول ديالو متجاوز 131 متر. الهدف الاول هو تكون هاد سي اف سي لا بروميير بلاص فينانسيير ان افريك دو مانيير انكونتيستي. سي اون بلاص فينانسيير اون لاكال اون كرو اي ال فا دوفينير ان شاء الله لا بلوس لا بلاص لا بلوس امبورطون سور لو بلان كونتيننتال فوار بلوس. سا سي لو بروميير اوبجيكتيف. هذا واحد من الأبراج المالية والاقتصادية التي ستزين هذا الركن من القطب الاقتصادي. إلى جانب تميزه المعماري، فهدفه الثاني هو فسح المجال للمقاولات الصغرى للاستقرار بقلب القطب المالي للدار البيضاء بمواصفات عالمية. L'avantage de ce projet-là, c'est son emplacement. ميزة هذا المشروع هو استقراره بقلب القطب المالي للدار البيضاء، وكذا استفادته من كل البنيات التحتية المتطورة التي يزخر بها. مشروع يوفر أيضا كل متطلبات المقاولات والشركات. وجه العاصمة الاقتصادية يشهد تغيرا كبيرا. القطب المالي للدار البيضاء غير من وجهة وحركة المال والأعمال عالميا، وغير أيضا من الملامح العمرانية للمدينة الاقتصادية الأولى بالمملكة. وهذا التميز ما زال يبحث عن آفاق أخرى دون توقف للوجهين معا.
المعسكر التدريبي لريادة الأعمال لفائدة 395 طفلا برلمانيا الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم متواصل في يومه الثالث. الأطفال البرلمانيون قدموا أفكارهم ومشاريعهم التي تهتم بقضايا الطفل وحقوقه. ريبورتاج عبير ملوكي ياسين مرافق معهما التفاصيل. أطفال بطموح الكبار هاجسهم الوحيد تحويل التحديات إلى فرص ومنجزات وتطوير حلول تجيب عن مختلف الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المحلية التي تواجههم. اللي سمينا إلكتريسيتي سيفر، شركات اللي كتقوم بتصنيع الأجهزة الإلكترونية والذكية اللي غادي تصنع لنا المنتوج، كذلك مع المطورين والمبرمجين اللي غيبرمجوا لنا التطبيق. فالمشروع ديالنا اللي كان اليوم هو جهاز اللي كيوفر الطاقة الكهربائية في المنازل وفي المصانع اللي ممكن أنه يعني يوفر طاقة ويوفر كذلك التكاليف للأسر الفقيرة. يعني خدنا بعين الاعتبار أن هذوك الأسر الفقيرة اللي ما عندهمش. الحمد لله اليوم قدمنا واحد العرض كيفما قال الزميل ديالي اللي كيتحدث على لو كورون إلكتريك. المهم خدمنا شوية من بعد الفكرة تاعو بالفكرة تاعو وكملنا موضوع متكامل والحمد لله. أقدم لهم مشروعا بعنوان مقهى ثقافي للأطفال، فهو مشروع اجتماعي وقد اخترت أنا هذا المشروع لأن هنالك أطفال يجدون شغفا يميلون إلى القراءة لكنهم لا يتواجد لديهم مكتبات عمومية كي يقرأوا وكي كي 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 يسقلوا مواهبهم. هاد الأطفال غادي من خلطات جيلية وسلامية زعما غادي يخلصوا الفلوس باش يستافدوا في الخدمات ديالهم وغادي يكون شي مجال. بالنسبة لاش هما غادي يجيو غادي ياخذوا من عندنا الماكلة غادي يخلصوا، ولكن بالنسبة للقراءة مجال. وعلى مدى 3 أيام تلقى الأطفال البرلمانيون تكوينات في المبادئ والممارسات الهامة في مجال ريادة الأعمال من أجل تنزيل أفكارهم ومشاريعهم التي تتعلق بحقوق الطفل على أرض الواقع. شنو خصك مثلا باش دير هذا المشروع؟ شنو خصك؟ غادي خصني نشوف باش نشري محل، غادي خصني نخصص واحد الرواتب لليد العاملة. واليوم احنا في النهار يعني الثالث اللي كان في اطار يعني لجنه التحكيم باش نشوفوا نختاروا دي ميور بروجي اللي كان نتبازاو على التقنيات يعني حتى ديال لو بيتش وكذلك لا فيزابيليتي القابليه ديال التحقيق ديال هذاك المشروع. هناك تمكن من جميع مراحل تحقيق وانجاز المشروع ككل في الجانب من الجانب الفينانسمون كوتي ليدي لا بريزونطاسيون دو بروجي التاثير ديالو على بارابور الاهداف ديال الجهه ديالهم. هذا المعسكر التدريبي الذي أطلقه المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يروم تعليم هؤلاء الشباب من قادة الغد أساسيات ريادة الأعمال من أجل فتح أفاق جديدة تتعلق بالابتكار والإبداع. أسرة الأمن الوطني تحتفي بالمتفوقين من أبناء وأيتام عناصر الشرطة في حفل مميز احتضنه المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. هذا الحفل الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لمضافي الأمن الوطني شكل مناسبة أيضا من أجل تكريم عناصر الشرطة المبدعين في مجالات الفن والرياضة. روبرتاج فردوس الحرج وفؤاد الحرج. تخليدا للذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على فعالية حفل التميز السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. الحفل هم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني المتفوقين تحفيزا وتشجيعا على استكمال المسار التعليمي الجامعي. هذا الحفل هو تقليد سنوي تتم خلاله تتويج أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات البكالوريا. هؤلاء الطلبة المتوجين تخصص لهم المؤسسة بتعليمات مباشرة من السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني تخصص لهم منحا جامعية تبلغ قيمتها 50,000 درهم على مدى 5 سنوات.
الحفل يشكل مناسبة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي، حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، حيث تم تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي. كنت أوجه بالشكر الجزيل للمدير العام السيد الحموشي، وكذلك المدير المسؤول على الأعمال الاجتماعية الموظفين للأمن الوطني. شكرا جزيلا على هذا الاحتفاء بوليداتنا والالتفاته اللي كنقدروها وكنحترموها باش تشجع وليداتنا على انهم يقدموا المزيد ان شاء الله. اليوم متواجد في حفل طلبة المتميزين لأسرة الأمن الوطني بسنة 2023-2024 والحاصل على نقطة 19.08 بالامتحان البكالوريا. كنت وجه بالشكر إلى كل من ساهر على تنظيم هذه الحفلة، لأنهم كيشكلوا لنا حافز ودافع لأننا نخدموا الوطن ديالنا إن شاء الله في المستقبل. أنا فرحانة اليوم بزاف أنني متواجدة بحفل التميز، وفرحانة بزاف حيت خليت العائلة ديالي تكون فخورة بيا. تضمنت فقرات هذا الحفل السنوي تكريم مجموعة من موظفي وموظفات الشرطة الفائزين بمختلف المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية، والتي تندرج بدورها في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني. إلى العاصمة الأذربيجانية باكو وفعاليات مؤتمر المناخ كوب 29 في أسبوع الثاني، يواصل المغرب من خلال عدد من الأنشطة والاجتماعات وندوات عرض التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة وبرامج الانتقال الطاقي والنزعة الطاقية. التجربة المغربية تحظى باهتمام متزايد في هذه القمة، خاصة عرض المغرب من الهيدروجين الأخضر والتقنيات التي تناسب موارده الطاقية وسياسته الطموحة التي تتوخى الحد من اعتماده على الوقود الأحفوري. من باكو مراسلة هدام سهل وحمزة السايح. التجربة المغربية في مجال العمل المناخي تجربة ترتكز على مقومات عديدة مستمدة من مؤهلات المملكة واستراتيجيتها في تحقيق الانتقال الأخضر. عرض الهيدروجين الأخضر نموذج يستجيب للمرحلة وللمشاريع الاستثمارية في هذا المجال الواعد. بقمة المناخ بسط للتفاصيل المتعلقة بالعروض التنافسية لهذا المجال كما يقدمها المغرب. We're a large green hydrogen developer. We've been in Morocco now for 3 years. إننا من كبار مطوري الهيدروجين الأخضر بالعالم، نتواجد بالمغرب منذ 3 سنوات، نعمل على تطوير مشروع كبير للهيدروجين الأخضر بمنطقة جولميم. نتواصل مع السلطات المغربية باستمرار، المغرب له مستقبل واعد في هذا المجال، ونحن نرى الفرص المتاحة والإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها جنوب المغرب. Doing large-scale green hydrogen elsewhere in the world, and we saw the opportunity. L'offre hydrogène Maroc, qui est le fruit des directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. العرض المغربي للهيدروجين الأخضر هو ثمرة التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هناك إجراءات لتفعيل التوجيهات الملكية منذ شهر مارس الماضي، عدة مراحل قطعت من بينها تقديم عروض من قبل مستثمرين. ونحن هنا في مؤتمر المناخ التقينا بعدة مستثمرين دوليين مهتمين بالعرض المغربي للهيدروجين الأخضر. وفي سياق أزمة مناخ حادة يراهن المغرب على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة. الطاقة الكهروضوئية طاقة متاحة بالمغرب وبديل أخضر يضمن الاستدامة. انطلاقا من المناقشات ديالنا مع جميع البلدان اللي حاضرين الحمد لله في المنتدى، كيقولوا أن التجربة المغربية هي تجربة رائدة في هذا المجال، خصوصا أنه عندنا موارد في الطاقات المتجددة اللي كبيرة بزاف، وأيضا عندنا موارد بشرية وطاقات اللي تقدر انطلاقا من الطاقات اللي كاينين في المغرب أننا إن شاء الله ننمي الطاقات المتجددة، ويكون المشروع ديال 52% إن شاء الله من هنا ل 2030 من الطاقات المتجددة من الاحتياجات الطاقية المغربية. وقمة المناخ فرصة أيضا للتبادل ومناقشة التحديات مع بسط الأبحاث العلمية التي تواكب مشاريع المغرب الخضراء.
مع مجموعة من المحاورين من مختلف الدول والمؤسسات استطعنا أننا نطرحوا على الأرضية مختلف المعيقات من أجل أننا نوصلوا للاقتصاد أخضر مبني على المحروقات المستدامة. لم ناحية ديال المعيقات الاقتصادية، المعيقات التقنية كذلك، وكذلك المعيقات البيئية. استطعنا أن نناقشوا ما هي أبرز الحلول اللي ممكن لا القطاع العام ولا القطاع الخاص وكذلك القطاع المتعلق بالأبحاث اللي قدر يأخذوا من أجل تسريع تطوير هذه سلسلة إنتاج المحروقات الخضراء. كنمثلوا مركز الطاقة الخضراء من أجل المساهمة في تعزيز حضور الجناح المغربي في لاكوب 29 من خلال فعاليات موازية، وأيضا من أجل تقديم الأبحاث العلمية التي يقوم بها مركز الطاقة الخضراء الذي هو بشراكة بين UMC-SPIE غازان، من أجل تقديم الأبحاث العلمية وتقاسمها مع الوافدين على الجناح المغربي سواء في الطاقة الكهروضوئية أو في الانتقال الطاقي بصفة عامة. تجربة المغرب في مجال الانتقال الطاقي تجربة رائدة أحرزت تقدما كبيرا رغم التحديات المناخية المتواترة، ما جعله يتموقع كفاعل رئيسي في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي. تجربة تعتمد على السياسات المبتكرة وتوفير الوسائل الملائمة للموارد المتاحة. هدى مسهل وحمزة السايح للأولى، قمة المناخ باكو. وعلى هامش فعالية قمة المناخ العالمية كوب 29 بباكو تم بجناح المغرب التوقيع على اتفاقية التفاهم بين جهات المغرب والمنظمة الدولية للحكومات المحلية من أجل الاستدامة، والهدف توسيع الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات البيئية وبناء أسس الاستدامة. من باكو عودة مع هدى مسهل وحمزة السايح. المنظمة الدولية للحكومات المحلية من أجل الاستدامة شبكة عالمية تضم أزيد من 2500 مدينة ومنظمة وحكومة محلية وتتواجد ب 125 بلدا عبر العالم. عملها يصب في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم والاستشارة للمدن الأعضاء فيها. توقيع هذه الاتفاقية للتفاهم بين هذه المنظمة وجهات المملكة يهدف إلى العمل على مواجهة التحديات المناخية بطرق مستدامة. Morocco is very much for us a spirit of unifying the African continent. المغرب يطلع بدور في توحيد بلدان القارة الإفريقية، والعمل في إطار حكومي متعدد الأطراف بالنسبة إلينا كمنظمة دولية للحكومات المحلية والجهوية مهم إذا أردنا طرح مواضيع كالتغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية لتحقيق المستقبل الحضاري الإفريقي. هذه المنظمة تلعب دور كبير من أجل مواجهة هذه التحديات المناخية ومقاومة التحديات المناخية على مستوى المحلي والجهوي، واللي كما قلت تعتبر شبكة عالمية لها دور كبير لا على مستوى المغرب ولا على المستوى الإفريقي، وبالتالي نعتبر هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة تفاهم جد مهمة من أجل تنزيل تجربة هذه المنظمة على المستوى الجهوي المحلي بالمغرب. الاتفاقية تقدم فرصا أكبر للتعاون وتطوير المشاريع المستدامة والتنمية الاقتصادية بالمغرب، انطلاقا من توجه هذه المنظمة الدولية لدعم جهود المحلية والعالمية للتنمية المستدامة ومكافحة التحديات البيئية. والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باكو السيد محمد سفياني نائب رئيسة منظمة إكلي أكبر شبكة عالمية للمدن المستدامة. أهلا بك، وأتساءل معك بداية عن مضمون وأهمية اتفاقية التفاهم المبرمة بين جمعية جهات المغرب والمنظمة الدولية للحكومات المحلية من أجل الاستدامة. بالفعل الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم على هامش انعقاد المؤتمر الأطراف للمناخ كوب 29 اللي كينعقد بمدينة باكو بأذربيجان، هذه الاتفاقية اللي تم عقدها ما بين جمعية جهات المغرب ومنظمة دولية إكلي، وهي أكبر تجمع
للجهات والمدن بالعالم، يعني المدن المستدامة والجهات المستدامة. وهذه الاتفاقية تجعل أنه يكون مواكبة ديال الجهات المغربية والمدن المغربية في ميدان الاستدامة، في ميدان ديال المناخ، وأيضا البحث عن التمويلات اللازمة من طرف المؤسسات الدولية لتجسيد وتفعيل أجندة المناخ على الواقع المحلي والجهوي. طيب سيد سفيان، الأكيد أن قمة المناخ منصة دولية للتبادل والتعاون في مجال التصدي للتغير المناخي، ومنصة أيضا لعقد شركات جديدة تخدم العمل المناخي. ما هي الفرص التي تحمل هذه القمة بالنسبة للمغرب للتموقع داخل المنظومة الدولية في مجال العمل المناخي سيد سفياني؟ كما نعرف جيدا فإن المملكة المغربية الشريفة رائدة في مجال المناخ والاستدامة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وذلك تأكد أيضا في قمة 22 كوب 22 بمدينة مراكش التي كانت قمة ناجحة للمناخ، وما زال المغرب رائدا في هذا المجال، ومجموعة من البرامج والمشاريع المهمة التي تم تداولها يتم تداولها خلال هذه القمة بباكو قمة 23 التي هي معروفة بقمة المناخ بقمة التمويل من أجل تجسيد أجندة المناخ على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، مشاركة مهمة ومكثفة سواء القطاعات الوزارية المعنية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية ومجتمع مدني. وفي حق هذه اللقاءات كتكون تخرج منها مجموعة من التوصيات ومجموعة من الاتفاقيات التي يتم تحويلها إلى مشاريع وبرامج تنموية في المملكة الشريفة. سيد محمد السفياني نائب رئيسة منظمة إكلي أكبر الشبكة العالمية للمدن المستدامة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من باكو. بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تاريخية وشركة ثابتة غنية وعميقة، لتسليط الضوء على التاريخ العريق لهذه الروابط وعلى الطابع الاستثنائي للشركة بين البلدين، بثت سفارة المغرب بواشنطن عبر الأنترنت شريطا وثائقيا تزامنا مع تخليد الشعب المغربي لعيد الاستقلال المجيد. هذا الشريط تضمن صورا تاريخية وشهادات لشخصيات أمريكية رفيعة. لطيفة بن حليمة وعادل المعرفي. So many years ago in our existence, of which we hope will grow forever strong. Your country was the first to recognize the United States in the most difficult days of our revolution. The first nation in the world to recognize the United States was the Kingdom of Morocco. The first nation to recognize my country was Morocco. One of the first countries to recognize the United States as an independent nation was a Muslim country, Morocco. ينطلق هذا الشريط الوثائقي بشهادات للرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض، يذكرون فيها بأن المغرب كان أول دولة في العالم تعترف بالولايات المتحدة، ويشيدون بالمملكة أقدم شريك لأمريكا. هو وثيقة مصورة تستعرض قصة صداقة استثنائية امتدت عبر قرون متجاوزة الحدود الجغرافية والثقافية. It is the story of Morocco, a nation steeped in rich history. إنها قصة المغرب، الأمة العريقة بتاريخها المجيد وثقافتها النابضة بالحياة والولايات المتحدة الأمريكية. هو شريط يقدم نظرة متكاملة عن تاريخ العلاقات بين البلدين منذ بداية الاعتراف وصولا إلى التحديات والإنجازات في العصر الحديث. And achievements of the modern era. عبر سرد الأحداث بشكل انسيابي، يدعو الشريط المشاهدين إلى صبر أغوار ارتهاده الشراكة المتميزة بين رباط وواشنطن، والتي تحفل بكافة معانيها من مجلس الأمن إلى مناورات الأسد الإفريقي، مرورا بالتجارة والاستثمارات. This year, as we are celebrating the 25th anniversary of the enthronement of His Majesty King Mohammed VI. هذه السنة ونحن نحتفل بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد، نستحضر محطتين غاية في الأهمية: الذكرى 20 لإبرام اتفاقية التبادل الحر، والذكرى 20 لمناورات الأسد الإفريقي. وهاتان المحطتان لا تعتبران فقط مقياسا للزمن، بل رمزين لالتزامنا المشترك بتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي وتعزيز تحالفنا الاستراتيجي. And strengthening our strategic alliance.
بمزيج من الصور ومقاطع الفيديو من الأرشيف، يجسد هذا الفيلم ثبات العلاقات السياسية والدبلوماسية التي وحدت على الدوام الرؤى المشتركة بين الحليفين، والتي تتواصل بقوة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتكتسي طابعا أكثر استراتيجية. ويتضمن هذا الفيلم الوثائقي شهادات رفيعة المستوى ترفع نداء يحظى بالإجماع، وهو تحقيق المزيد من التعاون والتفاعل، حيث أن هذا المطلب لا يمليه التاريخ فقط بل أيضا المصالح الراسخة. ويؤكد الشريط أن واشنطن والرباط لا تكتفيان بمجرد التقارب، بل ترتقيان سوية خلال القرن 21 إلى ذروة علاقات دبلوماسية تتجاوز الصداقة وروح التعاون، لتمتد إلى شراكة متينة قائمة على أسس ثابتة. ومن خلال اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، تجسد الولايات المتحدة انخراطها الكامل حين يتعلق الأمر بدعم المصالح الاستراتيجية لشركائها من قبيل المغرب، فالبلدان معا يشكلان قوة فاعلة من أجل السلام والحوار والتفاهم من خلال التوقيع على اتفاقيات ثلاثية الأطراف ومد جسور الدبلوماسية في الشرق الأوسط والالتزام بتحقيق الازدهار في أفريقيا. ويختتم الفيلم لقطاته على وقع هذه الصور المعبرة المفعمة بالدلالة للمواطنين المغاربة الذين كانوا يلوحون بعلم المملكة في ساحة تايم سكوير الشهيرة احتفالا بملحمة أسود الأطلس خلال كأس العالم بقطر. بدر بدا اختتم فعالية النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي في الإعلام بعد ثلاثة أيام من الأشغال تم خلالها تسليط الضوء على التكنولوجيا الحديثة وتقديم تجارب وطنية ودولية في مجال التحول الرقمي في الإعلام. سعيد الإدريسي، لطيفة بن حليمة، عبد الرحمن زيان وإدريس باتو. نخبة من الخبراء والإعلاميين المغاربة والأجانب انكبوا خلال هذه الدورة الأولى من المؤتمر على مناقشة مدى تأثير التكنولوجيات الحديثة على مجال الإعلام واستعراض جملة من التحديات التي يعرفها المجال، ومنها تفادي سلبيات التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بالتزييف والأخبار المضللة وكذا بحث سبل حماية المعلومات. أهم الخلاصات اللي خرجنا بها هي أهمية الرقمنة كرافعة للنهوض مجال الإعلام، أيضا كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، وأيضا الأمن السيبراني لكي يمثل أحسن صورة للمحتوى الرقمي. المؤتمر عرف تنظيم 12 ورشة ساهمت في إثراء النقاش حول مواضيع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في علاقاتها بتطوير مجال الإعلام، وكان أيضا فرصة لصناع المحتوى وكافة المتدخلين في المجال للإطلاع على آخر صيحات التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها. صناعة المحتوى هو الاقتصاد الجديد الآن، قبل كان اقتصاد المجتمع المعلومات، كنا كنقلبوا على المعلومات باش نحصلوا عليها ونشريوا الجرائد باش نقراوها. الآن ولات المعلومات مجانية وشمولية، إذن خص البحث على فاعلين جدد، البحث على نماذج اقتصادية جديدة. أكيد أنا كطالبة سفيرة بجامعة محمد الخامس دوري هو تغطية الأحداث والفعاليات داخل الجامعة. بالنسبة للتحول الرقمي هو ما نريده في الآونة، نريد أن نتحدث، أن نكون دائما في الواجهة من أجل بصمة مغربية أمام البلدان الأخرى. وتضمن برنامج المؤتمر أيضا تنظيم ورشات عمل تطبيقية سعت إلى تقديم رؤى عملية حول كيفية تبني الابتكارات الرقمية في المؤسسات الإعلامية التقليدية والحديثة، مع التركيز على الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة. نتحول صوب الجنوب الشرقي، سياحة بواحات مرزوقة لم تعد تقتصر على الراغبين في حمامات الرمال والمغرمين بجمالية كتبانها الرملية ومناظر غروب وشروق الشمس. مرزوقة أصبحت وجهة للمولوعين بمغامرات السياقة فوق كتبان رمالها، خاصة سائقي الراليات الأجانب. روبورتاج رشيد إكن، ياسين معازي ومحمد ناطق.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بسباق رالي صحراوي يواجه فيه السائقون وعورة تضاريس الكتبان الرملية لمرزوقة، لكن في الحقيقة هي حصة تدريبية يخوضها هؤلاء السائقون الفرنسيون المحترفون في الراليات استعدادا لخوض غمار سباقات مستقبلية وسط الرمال. ولأن القيادة في الصحراء ليست لضعاف القلوب، فالأمر يتطلب مهارة وتقنيات مضبوطة في تخطيط مسارات السيارات وسط الكتبان الرملية والحفاظ على. قدمنا هنا للعيش متعة الكتبان الرملية، حيث يأخذنا الرالي لأماكن نكتشفها ونكتسب من خلالها تجارب دون مشاكل. إن الخبرة التي اكتسبناها من قراءتنا للكتبان الرملية أخذت مني ومن المدرب المغربي فترة طويلة من التحليل، بحيث خضنا 4 مسارات مؤكدة لمعرفة كيفية تسريع الحركات. فعلا لقد استمتعنا وعشنا أوقاتا جيدة. تدريبات مثل هذه أصبحت مألوفة هنا برمال مرزوقة، فضاء جغرافي بخاصية صحراوية يتيح لمحبي هذه المغامرات صقل مواهبهم في القيادة فوق الكتبان الرملية. وحتى الحصص التدريبية يؤطرها سائقون مغاربة محترفون يتبادلون خبراتهم مع هؤلاء الأجانب. هذا النوع ديال السياحة كاين شحال هذه في مرزوقة، ولكن الأجانب هما اللي كينضموا هذا الشيء. يمكن سابقة أنه مغاربة، إحنا مغاربة إحنا اللي كنعطيهم الدروس وإحنا اللي كنضموا يعني هاد لي تورني. هذه أول يعني قبل كنشوفوا إحنا غير كنتفرجوا، دابا بحال قلتوا لينا ديزاكتور اللي كنعلموهم، وهذا يعني شيء يعني كنفتخروا به كمغاربة. تمر السنين على جاذبية الكتبان الرملية لمرزوقة، ومعها تتعدد وظائفها من سياحة استشفائية إيكولوجية وثقافية، وها هي اليوم تخرج من جعبتها جنسا سياحيا خاصا بسباقات الصحراء. ونختم بكأس المسيرة للزوارق الشراعية في نسختها 34 الذي نظمه النادي الملكي البحري لمدينة المضيق على مدى 4 أيام بمشاركة 3 من الأندية الوطنية من مختلف الأصناف العمرية. اليوم كان الموعد مع نهاية كل مسابقات مبرمجة وسط أجواء صحوة وضعف هبوب الريح. محمد أمين نوري وعبد العلي جنوني. أكثر من 100 متسابقة ومتسابق يتوزعون على 8 أندية وطنية ينشرون أشرعتهم طلبا للريح والمنافسة ضمن اليوم الأخير الذي يعرف إجراء سباقات النهائي في جميع الأصناف 4 المشاركة. البطولة تختار شهر نوفمبر ابتغاء الاستفادة من تقلب أجوائه، إلا أن هذا اليوم كان بخيلا برياحه، ما أثار نقاشا حادا قبل أن يتقرر انطلاق المسابقة رغم ضعف الرياح. لجنة السباق اللي وضعت الإطار ديال السباق في البحر كتلاحظ بأن هي في البحر كاين الريح، إذا تم إقناعهم باش يخرجوا يعملوا الجولة، يكملوا الجولات ديالهم ونتمكنوا من إعطاء النتائج النهائية. جيت هنا باش نشارك في مسابقة كوب المسيرة اللي كاين هنا في المضيق، وهنا أجواء جميلة بزاف حتى، واليوم عندنا النهار الأخر في هذه المسابقة ونتمنى نديروا شي كلاسمون مزيان. بعد يوم أول شهد على الخصوص اضطرابا بينا لمياه الساحل المضيق، هذا اليوم البحر كان أكثر سكونا، إلا أن المنافسة لم تكن كذلك، فالفرصة مواتية للأصناف 4 لإيجاد موطئ قدم بمنصة تتويج، وخصوصا وأن عيون المناقبين تراقب عن كثب أفضل المتبارين لتعزيز صفوف الفريق الوطني. إذن هناك معرفة دقيقة حول ما يجب علينا أن نشتغل عليه مستقبلا باش السنة المقبلة إن شاء الله تكون أحسن وأحسن بكثير. وهنا يجب أن نذكر بأن في هذه المسابقة اللي شفنا لقينا بأن واحد المجموعة ديال الأبطال المغاربة يمكن لهم أن يمثلوا المغرب دوليا واحد بصفة متميزة. مساحة الشراع ووزن الزورق يحددان أي صنف ينتمي إليه المشارك، أما هنا عند منزلة التتويج فقط الأداء الجيد والقارب الأسرع من يحظى بفضل صعود منصة الأبطال. نهاية النسخة 34 لكأس المسيرة الخضراء أعطت الإشارة للأشرع أن تطوى، فيما يعود الفائزون بتتويج وتجربة مهمة تنضاف إلى محصلتهم، وربما بعضهم قد ينال فرصة الانضمام للفريق الوطني. ختم المشاهدين تذكيرا بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسي لهذا المساء.
ذكرى عيد الاستقلال المجيد محطة تاريخية خالدة في الذاكرة الوطنية، مفعمة بمعاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي في ملحمة الكفاح للذود عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته وإرساء أسس مغرب مستقل وموحد. بفوز عريض وبسباعية نظيفة في شباك منتخب ليسوتو، أسود الأطلس تزأر بقوة وتحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثانية برسم آخر جولات إقصائية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. وضمن النشرة كانت لنا قراءة تكتيكية في أداء الأسود خلال الإقصائيات. القطب المالي للدار البيضاء الرائد قاريا والمحفز للمنو والأعمال بالمغرب وإفريقيا يواصل ريادته وديناميته بتحديث مستمر للبنية التحتية والعمرانية والتكنولوجيا. كاميرا الأولى قربتنا من الحلة الجديدة للقطب المالي في قلب العاصمة الاقتصادية. بمدينة المضيق يصدر الستار عن فعاليات الدورة 34 لكأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية والجامعة الملكية المغربية للشراع. تتوج الفائزين في مختلف الأصناف بعد يومين من التباري والمنافسة على الساحل المتوسط. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا في أمان الله.